Hi everyone, and welcome to our channel English Today for Learning English on YouTube. Today we're gonna tackle together the most common verbs in the English language. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن الأفعال الأكثر شيوعاً في اللغة الإنجليزية. As long as these verbs are common, they will help us to practice the language earlier and faster. وطالما الأفعال دي أكثر شيوعاً أو بتستخدم كتير، ده معناه إن هي هتساعدنا إن إحنا نمارس اللغة ونستخدم اللغة ونعبر عن نفسنا بطريقة أسرع وأسهل. Today's verbs are all in the infinitive form. حاجة حابة أنوه عليها إن الأفعال بتاعتنا كلها النهاردة هنستخدمها في شكلها الانفينيتيف اللي هو شكلها المصدري أو شكلها الأول بدون أي إضافات، من غير ما أصرفها، من غير ما أحطها في أي أزمنة، شكلها الخام بدون أي تعديل عليها. فلو خدنا على سبيل المثال the verb can، الفعل can. Can هو فعل بمعنى يستطيع أو يقدر يعمل حاجة. For example, if I say I can cook different dishes, I can cook different dishes. لو خدنا بالنا في الجملة دي عندنا two verbs، فعلين اتنين. الفعل الأول هو الفعل can بمعنى يستطيع، وجي بعده الحاجة اللي أنا بقدر أعملها، فعل تاني بقدر أعمله اللي هو cook، يطبخ. ولو خدنا بالنا هنا إن can فعل بيجي بعده، لو جبنا بعده فعل تاني لازم نجيبه في شكله المصدري أو شكله الخام بدون أي إضافات عليه. فقلت I can cook different dishes، أستطيع طبخ أو طهي أطعمة مختلفة. The second verb، الفعل التاني اللي معانا النهاردة، is the verb play. 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 Play هو فعل بمعنى يلعب. For example I play tennis in the weekend. I play tennis in the weekend. أنا بلعب تنس في عطلة نهاية الأسبوع. الفعل الثالث اللي معانا النهاردة هو الفعل eat. Eat. Eat فعل بمعنى يأكل. For example, I eat pizza every Friday. I eat pizza every Friday. أنا بتناول البيتزا كل يوم جمعة. فعل تاني swim. 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 Swim هو verb أو فعل بمعنى يسبح أو يعوم، زي لما أقول I can swim well. I can swim well. أنا بستطيع السباحة بطريقة جيدة. في verb معنا تاني النهاردة اللي هو the verb sing. 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 Sing the verb بمعنى يغني، زي لما أقول let's sing a song together. Let's sing a song together. هيا نغني معا أغنية. Let's sing a song together. فعل تاني jump. Jump. Jump هو فعل بمعنى يقفز. For example my brother can jump high. My brother can jump high. أخي يستطيع القفز عاليا. Jump. في حاجة برضو حابة ألفت انتباهكم ليها، هو الفعل jump. لو أنا عندي كلمة أو فعل بيبتدي بالحرف جا ما بقولش jump، ما بقولش jump، أمال بقول كما لو كان في صوت ده، دي خفيفة كده قبل الجا، فبقول ج jump. Jump. تمام. Jump بمعنى يقفز. Another verb make. Make. Make فعل بمعنى يجعل، هو له أكتر من شكل، make ممكن يجي في أكتر من معنى وهنشوف دلوقتي. make بمعنى يجعل، لما أقول listening to music makes me happy. listening to music الاستماع إلى الموسيقى makes me happy بيجعلني سعيد. طبعا في حاجة اسمها make the bed بمعنى يرتب الفراش على بعضها، make the bed، يبقى make لوحدها أحيانا بتيجي بمعنى يجعل. لو قلت make the bed مع بعضها بمعنى يرتب الفراش، I make my bed myself. I make my bed myself. أنا أرتب فراشي بنفسي.
ممكن make كمان يجي معاها كلمة تانية اللي هي make a mistake. make a mistake هنا بمعنى يرتكب خطأ أو يعمل حاجة غلط. make a mistake, make a mistake. we all make mistakes. دي جملة معناها إحنا جميعا بنخطئ. we all make mistakes. عندي حاجة كمان مع make، ممكن أقول make a cake. make a cake يعمل كيكة. make a cake. for example، على سبيل المثال لو أنا بسألك أقول لك هو أنت بتقدر تعمل كيكة؟ بتعرف تعمل كيكة؟ هقولها لك إزاي؟ can you make a cake؟ can you make a cake؟ can you make a cake؟ فعل تاني النهاردة هو الفعل read. read. read هو فعل بمعنى يقرأ. read. عندنا حاجة بتقول proverb أو مثل بيقول the more you read the more you learn. the more you read the more you learn. كلما قرأت أكثر كلما تعلمت أكثر. read. وهنا فعل تاني في الجملة ممكن نعرفه هو كمان learn بمعنى يتعلم. The more you read كلما قرأت. The more you learn كلما تعلمت أكثر. more هنا بمعنى أكثر. فعل تاني النهاردة هو الفعل write. write. write بمعنى يكتب. write. زي مثلا لو قلت write me soon. write me soon. ده تعبير على بعضه بمعنى اكتب لي سريعا. if I'm writing a letter to you لو انا كتبالك خطاب او حاجة بنهي الخطاب واقول لك write me soon يعني اتمنى ان انت تكتب لي بسرعة. write يكتب. فعل تاني هو الفعل speak. speak. speak هو verb بمعنى يتحدث او يتكلم. speak. You can speak English, just try. زي لما اقول لك you can speak English انت تقدر ان انت تتحدث بالانجليزية. just try فقط حاول. speak. فعل تاني هو الفعل listen. listen. listen verb بمعنى يستمع. listen. for example I listen a lot to English songs. I listen a lot to English songs. أستمع كثيرا للأغاني الإنجليزية. listen فعل بمعنى يستمع. فعل تاني هو الفعل watch. watch. watch فعل بمعنى يشاهد. watch. you can watch TV in your free time. ممكن أم تقول لهرسان لابنها You can watch TV مسموح لك أو تقدر تتفرج على التلفزيون in your free time في وقت فراغك. فعندنا الفعل watch بمعنى يشاهد. فعل تاني هو الفعل wash. wash. wash فعل بمعنى يغسل. for example if I say we should wash our hands before and after eating. لازم نغسل ايدينا before قبل and after eating وبعد الاكل. we should wash our hands لازم نغسل ايدينا before and after eating قبل وبعد الاكل. another verb فعل تاني هو الفعل sleep. sleep. sleep فعل بمعنى ينام. sleep early to get up early. كلمة بنسمعها كتير sleep early نم مبكرا to get up early عشان تستيقظ مبكرا. فاحنا هنا عندنا برضو two verbs فعلين اتنين الفعل sleep بمعنى ينام والفعل get up بمعنى يستيقظ. فلو خدناها على بعضها sleep early نم مبكرا to get up early لكي تستيقظ مبكرا. sleep get up. sleep get up. فعل تاني هو الفعل study. study. study يجي بمعنى يدرس في مجال معين ويجي بمعنى يذاكر. study يدرس او يذاكر. study. study. for example على سبيل المثال لو انا قلت جملة زي
I wish to study medicine. I wish to study medicine. أتمنى إن أنا أدرس الطب. هي اتفقنا إن هي يا إما يدرس يا إما يذاكر، بس المعنى هنا بيحتم عليا إن أنا أترجمها أو أقولها. أكيد مش هيذاكر طب، لأ هو عايز يدرس طب. I wish to study medicine. الجملة اللي بعدها I prefer to study with my friends. I prefer to study with my friends. أنا بفضل، وده فعل تاني prefer بمعنى يفضل، to study إن أنا ذاكر with my friends مع أصدقائي. يبقى study على حسب معنى الجملة يا إما يدرس يا إما يذاكر. فعل تاني النهاردة هو الفعل stay. Stay. Stay بمعنى يبقى أو يظل. Stay. Stay. في جملة بتتردد كتير جدا these days الأيام ديت. Stay home. Stay safe. Stay home. Stay safe. ابقى في المنزل، حافظ على أمانك. Stay home. Stay safe. وبكده نكون اتعرضنا لبعض الـ most common verbs in the English language، بعض الأفعال الأكثر شيوعاً في اللغة الإنجليزية. أتمنى أن يكون الفيديو ده يكون عجبكم. الفيديو الجاي إن شاء الله we will continue together other verbs. Till we meet. Bye bye.